احلى الغزالات، كديري لبس عليكم. كلشي بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد في نهار جديد. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير، صحتكم لاباس. ما ننساش الناس اللي اول مره كيشاهدوا لاشين هبطوا اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش تبقاو تصلوا باي جديد ديالي حطيته، والبنات اللي كيشجعوا لي شكرا 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 لكم من القلب على كميه ديال الرسائل ديالكم في الفيديو اللي حطيت لكم البارح. مهم البنات ما تنسونيش من لايك وكومونتير الى عجبكم المحتوى ديال الفيديو اكيد وبطبيعه الحال. المهم بالنسبه للبنات كاملين اللي سولوني على جلابه، ها هي البنات كلشي ما لبستيهاش، هي هذه البنات نحاول نوريها لكم. كنتي على شكل المهم عادي درتها هكا مخزانيه عندك شي فطايحين، وهنايا هاد لي زيستخاص وصافي هادشي اللي كاين. بالنسبه للبنات اللي سولوني على الشال سولتوني عليه بزاف، واغلبيه الناس كيدخلوا الانستغرام كيسولوا على بزاف ديال الحوايج، كنحاول نجاوبكم كاملين، ولكن راه غير سمحوا لي البنات اللي ما جاوبتهمش سمحوا لي وصافي. المهم البنات دابا غادي كيف قلت لكم الشال خديتو، هذاك تخديتو من قصاري ديال الحفاري من كازا، ما لقيتش لقيت هذا الموديل هنا كان، ولكن جابوا غير واحد الولد في نموذجي. ها انتما كيف كتشوفوا نعاود نوريكم، هذا خديتو البنات ب 50 درهم، هو والصفر ديالو نوار. المهم هادشي اللي كاين. دابا غنخرج البنات غادي خارجه هاد العشيه انا ومرات شيخي، غنخرجو نمشيو نضربو دويره نتقداو شي حاجه هكا خاصي للدار وصافي، وغنديكم معنا اكيد. فخليكم معايا تشوفين، ما تنسونيش من لايك وكومونتير، بقاو حتى لاخر الفيديو. غزالات المهم رجعت لكم، دخلنا ال سي واي صراحه ما فيها بيت تاع الصول، ولكن الصول داكشي القديم وداكشي اللي لا علاقه. المهم هنا دابا غندخلوا روزابيلا، شوفوا دايرين فيها لي صول تاع 20 30 60 70، شوفوا شنو فيها وصافي. انتوا معايا ما تنساوش لينا ديال لايك تبقى لكم. المهم ها انتوا معايا، غنقيس ونشوف. عطاني الاكس ال فات هذيك فيها غير هذاك اللون، وهذه هذه رجع طارة، وهذه لا لا غير الاكس ال. هذه الشورت غنقيسها تايا، ما حد غنقيس هنايا من الاحسن. هذيك والو، هادو تقدر كبيرة ماشي تقدر، لما ما تجينيش واسعة بزاف غنقيس. ها هادي والو مابقاش فيها حتى وحده، فين هي؟ هي ما فتحنا هذيك، كاينه غير كبيره. شوفي البيض ما بغيتوش، كاين شي في ستوك؟ لا الستوك فيهم 4 اس جاو كاملين فوق. شوفي هادي شي زوينه بيضه، كاينه بغور، كاين هادي هادي بحال اللي وريتيني. لا لا
Do ponto à cor. لا هذا نقيس غير هذا شنو هذه شنو هذه دي نعم هذه يلا اخويا قدموا لي عافا زيد عامر يلا شوفي جنات سبعي امير راه في مشى يلا سير سير تبعي امير سير جينا لبنات الماكدو ونمشيو لدار عسلو دابا صافي راكم عارفين التوقيت عليكم الناس كاين عولاد يلا سالي لك ماما شوفي قولوا من اللي باقي مع ولادو انتوما باقيين مع ولادو بقات حنا نفكوا مع ولادو الغزالات انا رجعت معكم باش نكملوا الفيديو ديالنا ديال اليوم ونوريكم شنو خديت ملي كنت قبيله خارجه خديت بيجامه قبيله من روزابيلا رانا شاركت معكم بيجامات اللي قيست ومازال قيست بزاف ديال البيجامات وما لقيتش المهم ما ارتحيتش فيهم كاملين بزاف البيجامات كانوا البنات دايرين فيهم بخوم واعره خطيره ولكن ما بقاوش لي طاي لا طاي ديالي ما لقيتهاش حيت كانت برومو ديال الهبال كيف كنقولوا عرفتوا ناقصين في البيجامات بزاف 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 المهم خديت انا دابا قبيله غير وحده هي اللي حسيت بها الصراحه ارتحيت فيها بزاف في اللبسه ديالها راكم عارفين انا الحاجه اللي كنت ما كنرتاحش فيها راه ما ناخذهاش واخا ما عرفتش كيفاش تكون دايره خديت هاد البلو مارينا البنات في الاخير خديت هذه ديال ميكي ماوس ولا ميني ماوس ما عرفتش شنو داك فيها المهم السروال ديالها هو البنات كيجي عليها تشكر انا لبستها وشفتوها معايا بلو مارين سامبل وفيه الجويبات اهم حاجه عجبتني في هاد السروال هو فيه الجويبات والثوب ديالو زوين البنات ديال الكراول ما عرفتش شنو الثوب هذا هكا كيتجبد ماشي داك الثوب ديال الخايط ولا هذا المهم سامبل هابط لتحت والفوقاني ديالها داير بحال هكا راه هي اللي قيست معاكم قيست منها جوج موديلات وحده هكا تقريبا وهذه هذه حسيت بها جاتني حسن ها نتوما فيها هنايا هاد ميكي ماوس هذا وصافي يعني الثوب ديالها زوينه البنات عرفتوا مبرده الظهر ديالها راه داير بحال السروال وهنايا ها نتوما فيها هاد الثوب هذا واخا شويه كيبين ولكن ماشي مشكل المهم الدار عادي تقدر تلبس اي حاجه بغيتي صافي هذا الشكل بالنسبه للثمن البنات الثمن هو اللي غادي يصدمكم كانت دايره 399 درهم شوفوا معايا البخي ديالها شحال داير 399 درهم قولوا 400 درهم باش كانت دايره خليتها 119 درهم قولوا 120 درهم باش خديت هاد البيجامه وزوينه البنات عرفتوا كتبان انيقه في اللبسه المهم انا راه تعمدت انني نقيس لكم تشوفوا معايا البيجامات اللي قيست باش تشوفوا كيفاش كيجيو في اللبسه ودخلت لهذيك يوفيك ما فيك مو فيك مع التسميه ديالها تالفه خديت من البنات غير هاد الشيسات هادو شيسه زوينين البنات هادو صراحه كنت خديتهم هذيك المره
ورجعت دابا خديت منهم هاد جوج دلوينه للاخرين، راكم عارفين مره مره كنبغيو نبدلو، وجاوني رطبين على سنينات هكا حتى على اللثه ديال السنان. ف خديتهم 25 درهم راكم عارفين. صافي المهم جوج البنات، وحده لك وحده اللي عزيز عليك. هادشي اللي خديتها البنات، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، كنتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه، واخا دغيا غايجيكم فيديو قصير ما طويش بزاف. تهلاو لي فراسكم، كنحماق عليكم. شكرا شكرا لكم على المتابعه، واللي كانت باقي تفرج فيه شي وحده فيكم دابا حتى لهنا، ما تنسيش تهضر دير لي واحد لايك وكومونتير زوين بحالك باش تفرحيني وباش هكا تشجعوني اكثر واكثر. المهم الغزالات، تهلاو لي فراسكم، نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد. سلامه.